ثلاثة الخط 50 59 شو ما شاطر في 60 ولا والو. هادي انا نديرو امارش وغادي نوريكم شنو هو الدور ديالو. هادي اوبسيون تقلع فين تحس بالقوة ديال التقلية خاصك تجري بحال هكا وعاد تقلع. هادشي اللي كاين. المهم انا قلت لكم بالنسبة ل دي بسم الله واش العشرين معكم موتوريكس فيديو جديد مع واحدة دراجة بالرجولة بغيتين تسطيها ونوريها لكم ونعطيو عليها بعض النصائح ودويو عليها شوية فهمتي راه تقدر تكونوا عرفتوها وكاين اللي ما يعرفهاش فهمتي ما حيت ما بيناش بزاف الصوت. المهم هذه الدراجة سميتها سيدي سيم اوربيت جوج 50 سيسة كاترطو تيقولوا باللي صناعة تايوان وما نعرف انا ما فكرتش من هاد المعلومة واش تايوان ولا اي شينوا حيت شحال من بياسة تتكون شينوية و تيقولو تايوان بان زعما باش زعما على حساب زعما بلي راه الجودة زايدة على هاديك على هادوك ديال الشينوا ولاني حنا الحقيقة غادي تبان هنايا في هاد الفيديو هادي نعرفو شنو كاين. نتوما الخوت دراجة مقوياش كاع هادي 50 سي سي مكاينش القوة كاع مكنشوفهاش حاجة باينة راه كترطو ياك ولكن غير قابلة للتعديل. هاد الموطر هادو مكيتعدلوش باش نزيدو فيهم السرعة. كاين اللي غادي يقول لي ديرو لهم سيلاندر كبير كدا تخربح كامل واخا نديرو سيلاندر كبير واخا نبدلو تالكيلاص ونبدلو تالكربيراتور ما عدزاتش السرعة الخوت في هاد الموطور. هانتوما كتشوفو انا غادي دابا 25 كيلومتر في الساعة. انا ماشي كنشوه هاد البياسة ولا كنطيح منها ولكن انا تنهضر من خلال التجربة ديالي في هاد المجال هذا. يعني ما يعني دراجة ما قوياش ما هي مزيانة مثلا شي واحد كبير بعقلو باغي يمشي بشوية كدا يمشي بها القهيوة ولا فهمتي يمشي بها الخدمة الصباح ولدنا راه ما غاديش توصلك بكري. إلا كنت كتفرق مع الطو ما توصلكش بكري. هادشي اللي نقدر نقول لكم. هادي بالنسبة هادي من نقطة أخرى هي الكليسة ديالها زويونة مريحة شوية كدا زوينة السسبونسيون قاصحة بزاف. دابا انا غادي دابا هنايا في هاد البيست هادي سسبونسيون خاصها الضربه كامله كاينه الفورج ولاني ما الفورج ما دايرهاش خدمتها الفورج فاش تكون دايره خدمتها ما تحسش بهاد الفيبراسيون في اليدين كاع كتعرف الفورج كتبقى تدير طرن 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 ما كتحسش بالضربه سسبونسيون ناقصه. هادي حويجات خاص بنادم ياخذهم بعين الاعتبار يعرفوهم فهمتي من ناحية الاقتصاد لعلك ترضى فهمتي يعني اقتصادية لأقصى درجة. علاش؟ حيت ما كتجريش وكترطو وهي 50 سي سي. ها انتوما السرعة 25 غنطيحو دابا الطريق غادي نشوفو التوب سبيد ديالها ونرجعو بحالنا حنا غاديين تنهضرو وحنا تنهضرو عليها. خلاص هادي موديل 2020 الخوت ضربة ما نطيحو الطريق قلبو لي على التوب سبيد ديالو. هانتوما كتشوفو 40 اوف وانا مسير اوف 45 50 تلاتة الخوت 50
والموطور مكسرين عليه افر مقارنة مع الثمن ديالها كتبع جديدة ب 12500 نركب على سكوتر المليح الكركع في الايروكس في الشوك في ابريليا في الراسين في ستانز نركب على موطور نقي واللي زاد محمد هذا الموطور هذا هو كيف قلت لكم غير قابل للتعديل السينيال غير قابل للتعديل واخا قلت لك كنبغيو نعدلوه انا جاني دابا دار ثاني مره تنبغي نزيد فيه شي حاجه ركبت لهم رياج بولينا ما عطا والو علاش حيت القوه والو نوقف نوريكم بعد الديكور ديالو عاد نهضروا عليه شحال الثمن ديالو جديد في القديم كما قلت لكم الخوت جيبوا بديك 8000 درهم موديل 2019 الديكور ديالو هو هذا مطار الدويكر زواون بالرجولة ولكن انا قلت لكم هذه الا بغيتي تحرك بها وتولي تحس براسك شويه غتبدل لها الاخر خصك تبدل الماكينه واحسن الماكينه اللي تقدر تجي فيها هي ديال السيامها السينوس اي السينوس ماشي الاكس السينوس تركب فيها يا سلام عليك خلاص طبيطينا في هذا المشكل هذا بعدا ديال داك البان ديسك كيلاش المره الاولى ها عاد كيك عاد تيكروش داك البان ديسك متى هو ما كيتصلحش خاصك تبدلو زعما تعول انك تطور الرويضه في الخواها ولا والو داك الشيء ما كاينش انا قلت لكم واش غنقول لكم عاوتاني الخوت على هذا الموطور هذا المهم هذا الى جينا لله هو تقدر يركبوا عليه البنات بالرجوله ولا دوك الناس الكبارين صافي ما يعني ما اي نوض يدير به شي كورس ديالو كدا هادشي اللي لا الصالح يعني سخيرات كدا سويقة عندو هاد الصفات زوينة تتحكي فيها شي لعيبة داكشي ديالك خفيفة اللعيبات والركبة مريحة بالنسبة لبلاصة وحدة زوين فهمتي هادو هما البلانات اللي نقولكم وانا ديما تنبغينا نقولها ونعاودها بنادم نهار اللي يبغي يشري موطور ما يبقاش يقول غنشري جديد في هاد المحافظ لي مارك هادو حيت هادو هي تم ما انا قلت لك هادو ما تلقاهمش في السوق الاوروبيه كاع تلقى شي ماركات احسن من هادو في الجوده زايدين عليهم كاينين داخل مدخلين لهم شي وحدين ولكن احسن من هادو بألف دراجة حاجه اخرى نزيدو نقولو على بحال هاد الدراجات هادي ما شوف قوة والو كتكسيري افون كتقلب على السرعة والو بالدرع باش كيبقى طالع بالدرع اللي قوي بالدرع باش كيطلع كلاكسون والو داكشي سيدي على الدواولين فيها واحد لوبسيون اللي عجبتني بالرجوله زوينه هذيك عجبتني غنوريها لكم لا تفكرتوها غنوريها لكم فيها واحد لوبسيون في الكوفر في المالا كيما تعيط ولا في المالا غنشوف نشوفو كيفاش هادشي بعدا كيتحل ها هو
هو المالا دايرين هنايا واحدة، شوف اش اتبر لكم دايرين هذا الدفاية هادي، هادي انا نديرو اماش واني نوريكم شنو هو الدور ديالها. هادي اوبسيون زوينة ضد السرق، هادي هانت كوب كورة مثلا حطيتيه في شي قنت ولا شي لعيبة تبرك على هاديك البطينة وتسد وخلي الشفاري يتقاتلها، وخا تبغي دير خا تبغي دير ماتش ما دارش ماتش تا غادي تا غادي تا دوخني اصاحبي هاد الكونتاك عندو تا غادي تحيد. ها هو داير اللوك والان لوك كفر فيه زواول مسا تحط فيه كواسك شي لعيبه شي اللي كاين دابا غايدير ماتش. الله يديك علينا اخاي الاوربيت اوربيت جوج، هادي الا بغيتي تقلع بغيتي تحس بالقوه ديال التقليعة خاصك تجري بحال هكا وعاد تقلع هادشي اللي كاين. المهم انا قلت لكم بالنسبة لي جون هذا ما صالحلكش بالرجولة، ما تصريتش فيه، انا تنقولها ونعاودها الماكينة ديالو دايره بحال شي عصارة قهوة ولا شي هادشي اللي كاين. وكاين مشكل اخر، هذا تقفلو على البياس ديالو ما غاتلقاش بالرجولة ما غاتلقاش، وفيهم واحد المشكل خبيت والله الا دابا تيجيوني الدراري عليه اقسم بالله الكروة فاش كيقدام تيولي يعطيك راه وين صليا صليا. هادشي راه واحد السيد جابو ليا السكير هو قال لي راه كل يومين ثلاث ايام تيخصني كروات تتقطع ومن هاد البنبر تنبغي نقول لهادوك السكالسه بالرجوله فاش يجيك موطور بحال هذا فيه مشكل ديال الكروة بدل لومبرياج القدام راه تتلقى فيه الجو ما كتبدلوش وي تضيعو عباد الله. هادشي اللي غنقول لكم خوتي، انا عطيتكم نبذة صغيرة على هذا الموطور وريناكم السلبيات اللي هي اكثر من الايجابيات. الايجابيات كما قلت لكم في الاول موطور خاص بالناس الكبارين والبنات يهزو بيرج ليهم ما يخافوش بعد البنات فهمتي، موجود في مراكش هذا الشو داخلين عليه في مراكش كنا تشكون صافي اكادير راكبين عليه البنات في مراكش مزيان خفيف خفيف بالنسبة ليهم فهمتي ما كيجريش بزاف كدا اللعيبات ولا الناس الكبارين هما بنادم جون ما احمق وفينا راس طارو هما حنايا اللي تنقلبوا على السرعة والدراري وكدا الكابرات اللعيبات ما خدامش. سلبيات اخرى اللي قلت لكم السسبونسيون ناقصة بزاف، الضربة كاملة كتمشي كيف اليد يعني بحال اللي ما كاينش لي زاموتيسور بحال اللي ما كاينينش. وهنا غايبان لك الفرق ما بين الصناعة ديال الطاليان ولا الجابون مع الصناعة ديال تايوان والشينوا فهمتي، راه تايوان والشينوا راه قام وحده فهمتي، راه ماشي راه تايوان زايد على الشينوا، راه الا جينا نشوفو راه قام وحده الا جينا للحقيقة. هذا ما كان الخوت، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو واللي ما عجبوش يسمح لنا. المهم انا ايضا الرجاء جاتني في الديرة انا نقدر نهضر عليها، كانت مزيانة كانت خايبة انا من وجهة نظر ديالي من وجهة نظر ديال واحد اخر الله غالب. تحياتي لكم مع السلامة، حلقة جاية ان شاء الله. الله عام.